طيب ذكرت لك أنا المحاضرة الماضية إنه لنأخذ مسائل إضافية كيف نستخدم البريك والكونتينيو. البريك إحنا أخذنا بما فيه الكفاية وحكينا إنه أكثر شيء أنت بتستخدمه في البحث، لأنه زي ما ذكرت لك إنه المنطق بيقول إنه تخيل إنه طلبت منك تدور على قلم ضايع أنت عندك هنا في القاعة، فأنت لقيته تحت البنك الثالث، فالمنطق بيقول إنه أنت توقف بحث، مش يعني انت يعني بيكون مش من الحكمة انه انت بتستمر تدور تحت كل بنوك، ما انت خلاص لقيته يبقى خلاص يفترض توقف بحث تعمل بريك. تمام، وهي الشغلات انت ممكن ما تستشعرش فيها في الامثلة انا بعطي لك اياها، لانه انت عندك عدد العناصر في الليست قديش 15 عنصر ولا شيء، لكن تخيل انت عندك لستة فيها 100,000 او 10,000 وانت لقيت اللي انت بدك اياه في اول 50، فعليا انت لو كملت انت بتحرق السي بي يو، قاعد بتخليه يشتغل على الفاضي، مش زي الفيروس. لا لا موضوع مختلف هذا، انا بقول لك انه انت يعني في بعض المبرمجين بيكتبوا برامج بطيئه بيستغلش المهارات البرمجيه تبعته صح، يفترض انه بعد ما انه لقاها في اول 50 انه وقف بحث، ايش الفائده انه انت تخليه يكمل بحث في بقيه ال 100,000 او ال 10,000؟ فبالتالي انت بتشغل السي بي يو على الفاضي، بتعمل تاخير على الفاضي. لا تمام، فبالتالي برضه هذا الاشي واقع على عاتق المبرمج انه انت تكتب برامج سريعه يا استاذ غير مكانه. تمام، فشفنا شو استخدام البريك. نيجي الان الكونتينيو. الكونتينيو احنا شفناها انه ادخل، لو انت ادخلت شغله زي الكومنت برجع بدخل منها كمان مره، فبدنا نشوفها في مسائل حقيقيه. فطبيعه المساله هنا انه انا عندي هاي الليسته بدي اياك تكتب برنامج لاضافه القيمه 3 على جميع العناصر قائمه ما عدا القيمه 98 و100. تمام، فبالتالي انت لو بدك تضيف 3 زي المساله السابقه، لو بدك تضيف 3 على الكل ايش بتسوي؟ for number n for i in range، لانه احنا بدنا نعدل على الليست لين الواحد الواحد of i plus equal 3. وهنا زي ما اتفقنا قلنا نعمل print b4 وبدنا نعمل after. الآن هيك بضيف على الكل، بديش أنا هذا الكلام، بدي 100 تضلها زي ما هي، 98 تضل زي ما هي. فشو بستخدم؟ عمل شرط. كونتينيو شرط. إذا كنت عمل كونتينيو في البرنامج خلص ما بضلش. إيش معنات الكونتينيو؟ إنه تخطى هذا العنصر، روح على العنصر اللي وراه. فبالتالي هنا كونديشن إف الـ L of the I يساوي ولا إز؟ إز 100 في خطأ شائع بقول لك أور 98. فكر إنه البايثون إنه يعني كتير بتفهم عليك، لا أوعك في خطأ شائع بيقعوا فيه الطلاب، لازم تكرر تقول له الواحد الواحد أوف بالآي إز، ساعتها بعمل كونتينيو. إذا كونتينيو سطر 9 بيقفز لوين؟ لسطر 7، فبالتالي هاي الجملة مش راح تتنفذ للمية أو 98. خلي بالك أنا بقول هنا أور، بنفعش تحط أند، بنفعش القيمة نفسها الـ L of the I تكون 100 و 98 في نفس الوقت، بيطلعش إيرور.
هذا بنسميه لوجيكال ايرور مش سينتاكس ايرور. خطا منطقي. تمام. لانه انت تخيل انه هذه الثلاثه يعني العنصر تمام الثالث هل ممكن يكون قيمتين في نفس الوقت؟ لا، قيمه واحده. فما يغركش انه هنا وا، لازم تكون فاهم صيغه السؤال صح. انا بقول لك انه هذا العنصر وهذا العنصر بديش ينضاف عليه، فبالتالي هنا انت في البرمجه في الكونديشن بدك تحط اور. تمام. طب ايه العلاقه بين الترو والفالس والصفر والواحد؟ شو الصفر والواحد؟ انا بحكي انه سواء الرقم هذا او الرقم هذا ما تضيفش، هيك المنطق بيقول. ثواني بس عشان انا ابين لك، هي 8 11 90 93 20 23 100 ضلتها زي ما هي. كمل الباقي، ضاف 23 26 28 98 98 ما ضافش. لانه مش معرفين، لانه احنا استثنيناها في الشرط، حطيناها في الكونتينيو. فبالتالي لازم تعرف متى تستخدم الكونتينيو. انا في الامتحان مش هقول لك استخدم كونتينيو، هيك طبيعي، هيك نص السؤال. ضيف لي 3 على كل العناصر ما عدا العناصر هذول. بالضبط. طيب لو غيرت لك نص السؤال وقلت لك انه نفس الشيء، اكتب برنامج لاضافه 3 على جميع عناصر قائمه ما عدا القيمه، كيف؟ مش شرط المحاسبين، انت برضو يعني انت لما تيجي تنفذ برنامج معين تحت حيجي لك الزبون بيقول لك بدي اياك تعمل لي برنامج بيسوي 1 2 3، لازم تكون انه انت اللي حتسوي هذا الكلام. مثلا لو بضيف مثلا 10 نسبة على راتب، اذا كان مثلا راتب 1000 شيكل ما بتفرقش. بالضبط. اذا كان 1000 شيكل بالضبط هو فعليا بصيرش اضافه. تمام. بصير نقص. اذا انت راتبك فوق ال 1500 لا بدنا ننقص منك، اللي راتبه اقل لا نتخطاه كونتينيو زي هيك. كيف؟ لكن يعني هو راتبه 500 برضه بدك تركز تنقص منه، يعني في انت عندك حاجه اسمها الحد الادنى يعني برضه. خلي في قلبك رحمه. بنفعش بريك انه هو حيضله ماشي عند العنصر هذا، حيوقف ومش حيكمل إضافة لبقية الليست. لا 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 مش حيصير ايرور بالمرة. لا هاي هم مطبوعات، هاي بس زي ما هم يعني، هي الليستة كاملة بيفور وآفتر. هذا العنصر 3 صار 6، 6 صار 9، 8 11 90 93 12 15 تمام، كله نضاف عليه ما عدا 100 ضلت زي ما هي، وال 98 ضلت زي ما هي. لاحظ بعد 100 هي 65 نضاف عليه 68 23 96 26. ما بعد المية بتحط إذا كانت هذه أكبر من 100 ما تضيفش عليه، اللي هو نفس المثال. ها يعني بعد هذا السؤال إنه صياغته مختلفة، هاي حاطت لك يعني إنه بدي إياك تكتب لي يعني إنه جمعت فيها الشغلتين. أكتب برنامج لإضافة يعني ممكن أدي لك إياها بالتدريج اللي هي فيرجن 2، استنى أول واجمع لك اياها مع بعض. هنا فيرجن 2 هايو، اكتب برنامج لاضافه 3 على جميع العناصر القائمه ما عدا العنصر الثالث. 100 يكون الثاني صح؟ لا كيف ال100 بتكون الثاني؟ ال100 انا بحكي كاندكس السابع. نعم. فبالتالي هنا هذا الكلام انا بحكي لكش اياه في الامتحان، بقول لكش الاندكس 100، الاندكس 2 عفوا لحالك، بتقول لك العنصر الثالث لحالك انه الاندكس 2. فبالتالي هنا الشرط انه اف ال اوف الاي ولا الاي
هنا بتعامل مع العنصر الثالث مش قيمة. خلي بالك أنا بحكي على ترتيب على إندكس. ضيف للكل ما عدا العنصر الثالث بغض النظر شو قيمته. بغض النظر شو قيمته. تمام؟ فبالتالي هنا F ال I is 2 continue خطاط روح على اللي وراء بالضبط. تمام؟ فبالتالي هنا شوف وين العنصر الثالث انت عندك 8 هاي 3 صار 6 6 صار 9 8 بقت زي ما هي 90 93 والباقي كله مضيوف عليه. تمام؟ اندكس. ليش استخدمنا الاندكس؟ لانه هنا صيغة السؤال، هنا صيغة السؤال في المثال الاول هاي. تمام؟ جميع عناصر قائمة ما عدا القيمة عشان اوضح لك اكتر. 98 و100 بحكي على فاليو، لكن هنا انا بحكي عنصر. ترتيب عنصر ترتيب يعني كاندكس. العنصر الثالث في الليستة ما تضيفش عليه بغض النظر شو القيمة طبعا. تمام؟ مثلا بجنب العنصر الثالث يطلع معنا ثلاثة اللي بعد العنصر الثالث يطلع بتحط كذا F statement بالضبط. هجيت هنا في المثال الثالث أنا جمعت لك شغلتين، بقول لك اجمع لي ثلاثة على جميع العناصر ما عدا القيمة 98 و100 والعنصر الثالث. يبقى أنا هنا بتعامل مع قيم ومع إندكس. مع العنصر الثالث الإندكس الإندكس 2 والقيمة 98 والقيمة 100، فبالتالي بنحطهم في نفس الشرط. الواحد أوف الآي بتساوي أو إز 100 أور 98، الواحد وفي الآي بتساوي 98 أو الآي بتساوي 2. هذه القيمة 100، هذه القيمة 98، هذا العنصر الثالث آي بالضبط. هذا العنصر الثالث. لكن لو بدي أطرح من البعد الثالث ثلاثة، من بعد العنصر الثالث ثلاثة ونحط جملة الثواني بس أبين ال أبين ال يبقى هنا 3 6 6 9 8 ما نضافش إلها لأنه إيش؟ العنصر الثالث. تمام؟ 90 93 12 15 43 46 20 23 ال 100 ما نضافش لإلها ليش؟ لأنه الفاليو 100. ونفس الشيء بالنسبة لل 98. تمام؟ حكيت أنت بتسأل إنه بدك أدي لك مثال ثالث، هاي مثال ثالث. إيش اللي بدك إياه المثال؟ هاي رقم 4. إيش بدك نص السؤال؟ اعطيني انه جو الثلاثة نطرح ثلاثة وانا نحطها بس جملة انه بس بدك تطرح بدل الجمع؟ نحطها بدل الجمع لا بعد بعد غلط معين بعد عنصر معين في القائمة نطرح مثلا بعد العنصر الثالث نطرح. طيب وغير هيك؟ يجمع طيب يبقى هيك يبقى هنا انه اكتب برنامج لإضافة ثلاثة على جميع عناصر قائمة على إضافة ثلاثة ما بعد عنصر السادس على العنصر الأول لغاية السابع وطرح ثلاثة أو خمسة خلي قيمة مختلفة من العنصر الثامن إلى نهاية القائمة. كيف؟ مش سامع. كيف؟ أول شيء نقول إذا كان الإندكس أصغر من 6 أو أصغر من 7 نضيف. نعم. إذا كان أصغر بعدين نجيها إف آي أصغر. خلينا احنا بالترتيب انه اضافة من الاول. تمام؟ اصغر من 7 7 اصغر كمان انه تساوي لانه 7 included. كيف؟ اصغر من 7 مزبوط كلامك. يبقى هنا اضافة وهنا
إلس لأنه بقية العناصر حتكون أكبر من أو تساوي من الثامن إلى الآخر، إنه حيكون هنا نفس الكلام بس إيش ماينس إيكول بس. وهي أنت عندك البيفور والآفتر، فهنا 3 6 6 9 11 90 93 15 43 46 18 23 لغاية هنا 1 2 3 4 5 6 7. المية بدأ يطرح هذا العنصر الثامن، 65 62 23 20 وهكذا. الواحد صارت ناقص 2، يعني انت طرحنا منها 5، طرحنا 3 ما نزلت استنى، لا احنا طرح قلنا 6 طرح 6 ماشي اوكي هاي 6 بالضبط. فبالتالي هنا المية صارت 94، 56 صارت 59، 23 17، الواحد صارت ناقص 5، طرحنا منها 6. طب دكتور ايش بديش من الصفر في العالم؟ نعم ليش ما بديش من الصفر؟ صفر واحد من بلد ليش ما بديش ايش؟ هي في العالم بلس آه. ليش ما بديش صفر واحد من بلد يعني اعتبرنا التلاتة واحد اثنين تلاتة عالم ليش ما قلنا صفر واحد ما بديش من صفر العالم؟ وين؟ هذا. هذا. هي آية عبارة عن إيش؟ عدد واحد. لا زيرو. يعني من صفر المدة. آه. دائماً الإندكس من صفر. من صفر. تمام؟ عندي لك المثال الرابع. الخامس. هنا اكتب برنامج لخصم 10% من الرواتب التي اعلى من 1500. اه 1500 وتحت بضلوا زي ما هو، اعلى نخصم 10%. عجيت هذا السؤال مركب لانه انت بدك تجيب معادلة الخصم وبدك تحدد انه مين انه القيمة انه تكون اعلى. فبالتالي هنا بس بدنا نغير الليستة، بدنا نحط لنا واحد راتبه 500، واحد راتبه 850 60، واحد راتبه 8000، واحد راتبه 1400، واحد راتبه 1700. كيف؟ وين هال 1000؟ 1500 وتحت حيضلوا زي ما هو، هاي 1500 عشان بالضبط، وهاي 2000، وهاي واحد مفتري بياخد 3000. تمام؟ 8000 و5000 مفتريين هذول. تمام؟ فبالتالي هنا بدنا نقول انه اذا كانت ايش؟ الاي ولا الالف في الاي؟ الالف في الاي. هاي لخصم 10% من الرواتب، يعني من قيمة بالضبط. الالف في الاي تمام اصغر من او تساوي 1500، هذا بدناش نسوي فيه ولا شيء. فبالتالي كونتينيو تمام. إلس حتى لو ما حطيتش إلس، لانه ما دام انه كونتينيو حيقفز مش حينفذ اللي تحته، بس انه اوكي إلس ساعتها بدنا نجيب معادله الخصم. يبقى الراتب الجديد الواحد اوف الاي عباره، هذا الراتب الجديد عباره عن خصم ماينس ايكوال 10% من قيمه الراتب بالضبط. يبقى ال اوف الاي ضرب كيف مع 10%، هاي 10.1 يعني
يا استاذ 10 تقسيم 100 واحد من 10 اضربها هي عبارة عن 10%. لكن استنى كونتينيو مش بنقول شرطين كونتينيو، انت سيب هذا الرقم ما نقصش عليه بالضبط، لانه انت نص السؤال انه بدنا نخصم علي اعلى من 1500 واحد يعني من هيعمل على حسب. لا قصدك هيك لو قلت يعني حتى لو مش إلس هاي، ما أنا بقول له نفس الكيفية يعني، هنا لو حطيتها زي هيك هذه الجملة للي أقل من 1500 مش هتتنفذ، لأنه حيصير كونتينيو هيقفز من 9 ل 7 سطر 10 مش راح يتنفذ، فممكن تخليها زي هيك يعني. أوكي تمام. فبالتالي بالتالي بدنا نشوف بيفور وافتر، 500 ضل زي ما هو، 860 ضل زي ما هو، 8000 ال 10% منها عبارة عن قديش؟ قديش؟ 800 شيكل بالضبط. فبالتالي بياخد 7200 ولا حاجة، ولا حاجة ما تأثرش خالص. 1400 زي ما هو، ال 1700 العشرة في المية منها قديش؟ 1700 170 170. فبالتالي بياخد 1530 تمام. طبعا هنا float point لأنه عبارة عن لا ضرب في رقم عشري. 1500 زي ما هو، 2000 العشرة في المية منها قديش؟ 200. فبالتالي حياخد 1800، 3000 10% 300 حياخد 2700 تمام. فبالتالي هيك انت شفت فعليا اخذنا بما فيه الكفاية فيما يتعلق في الكونتينيو، متى بتستفيد منها. البريك غطيناها سابقا، الان هاي الكونتينيو انه كيف الرابع مظبوط. مظبوط. مثال الرابع هو يعني زميلك صار يسأل انه لو كذا ولو كذا، انه هاي نص السؤال طبعا. يبقى اوكي هذا مش continue example، ممكن نعمله refactor. كويس انه انت نبهتني. فهذا عبارة عن اكزامبل عن اندكس اكزامبل لوب اندكس اكزامبل. نعم ايش البي اس؟ مالها بي واي امتداد الملفات هدول بي واي. بي واي اللي هو اول حرفين من بايثون. فلسطين ما لهاش علاقة في الموضوع. تمام زين يا دكتور، ممكن استغنى عن جملة الالف؟ كيف ممكن استغنى عن الالف؟ لا مش في كل الحالات، لا حسب طبيعة السؤال يعني. في حالات انه اوكي، في حالات انه لا. إلس قصدك برضو بتأثر شعاتي، فيش اي مشكلة. تمام في اي سؤال؟